تحرير وشيك لمديرية الجراح. يحقق الجيش الوطني والمقاومة في هذه الجبهة تقدما متسارعا باتجاه مركز المديرية التي تعد ثالث مديرية في محافظة الحديدة في طريقها إلى التحرير من سيطرة الميليشيا الانقلابية بعد تحرير كل من مديريتي الخوخة وحيس. مصادر الجيش أفادت بأن التقدم يتم من الاتجاه الشرقي لمديرية الجراح، حيث سيطر الجيش والمقاومة بإسناد جوي كبير من جانب طيران التحالف العربي على مناطق الجربة والمعامرة، ويضيقان الخناق على العناصر المتواجدة في مركز المديرية. ونقل عن مسؤول الشؤون المعنوية في المقاومة الوطنية باتهام أيمن جرمش قوله إن الجيش الوطني ينفذ خطة تحرير مديرية الجراح التي أصبح مسرح عملياتها العسكرية جاهزاً ويتم التنفيذ ميدانياً بموجبه. يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال الجيش عملية تأمين مديرية حيس وتطهير جميع الجيوب التي تتخذها الميليشيا أوكاراً لها، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة للمزارع والمناطق المحيطة فيما يشكل ضربة قاسمة للتواجد الميليشياوي في هذه المناطق. ونجمت هذه العمليات عن استسلام عدد من عناصر الميليشيا للجيش بعد تضييق الخناق عليها في مدينة حيس وجبل الدباس الذي يقع على خط الجراح حيس. وعثر الجيش خلال عمليات تمشيط المواقع المحررة في مديرية حيس على 11 صاروخاً أرض وعلى عدد من الدبابات والعربات العسكرية التابعة للميليشيا في هذه المنطقة. العمليات العسكرية في هذه المنطقة وفقاً للجيش الوطني تأتي في سياق العملية العسكرية الشاملة التي تستهدف تحرير مدينة الحديدة عاصمة المحافظة وكبرى المدن اليمنية على البحر الأحمر وتحرير مينائها، والذي يعد ثاني أهم وأكبر ميناء في البلاد.